يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا قال من يشتم والديه. قال يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. فصار سبه لأم الرجل، صحيح إذا سب الرجل أم رجل آخر ليست بحجم سب أمه، يعني والعياذ بالله إذا جاء زيد من الناس وسب أم عمرو هذه جريمة، لكن إذا زيد سب أمه هو هذه جريمة إيش؟ أعظم، هذه جريمة أعظم. فحرم عليه سب أم الرجل حتى لا يسب الرجل أمه الذي هو تسبب في ذلك، فكان سببا في سب أمه، فصارت الوسيلة تأخذ حكم الغاية أو المقصد.